منيح. بونجور. يا الله. كيفك مدام؟ معك نور. نور الأندبوري. شيل ايدك احلى ما اكسر لك اياها. مدام انا من شركة حراتيق ضرورية. بعرف. نحن شعارنا بالشركة تراي ات اند تيك ات. اوكي. يعني بتشوف الشغلة بتجربيها وبتاخذيها على السريع. اوكي. عندي عدة اشياء بدي قبل ما تبلش تفرجيني، ما عندك غيري انت بالحياة. ايه. كل شيء فيه بيوت بتبرم عليهم. ايه. ايه، ما بتلاقي غيري تجي تبيعها؟ ايه لا، هيدي اللي لا مدام. ليه؟ عندي كثير غيرك ولكن انت بحبك وبحب انه انت تستفيدي معنا بالشركة. طب مين قالك بدي استفيد خيي؟ ما بدي استفيد. مدام، مدام. ما تضيع لي وقت. في عندك هيدول الفيك هاندز. شو هاي؟ فيك هاندز، هيدول شو ضريق؟ شو هو بتستعملوه انت وعم بتسوق بالسيارة؟ بتكوني قاعده بدك تعملي شيء بالواتساب، بتخافي من انه البوليس يشوفك، فهيك شو بتعملي؟ بتحطيهم على الديركسيون هيك، بتحطيهم هيك بين اجريكي، بتهدي وتهدي هيك، وبتصيري انت تكبسي من دون ما يشوفك البوليس. شايفني هبلة؟ ايه لا، هيدي اللي لا مدام. جربيهم، تراي ات اند تيك ات. تيك ات انت، لانه ما بدي اجربهم. مدام كثير ضروريات هو مشان الظبط. يا حبيبي ما بدي. بيفعل الظبط هلا بهالايام، بيفعل الظبط كل ظبط اكبر من الثاني. ما بدي، مش رح يفعلني الظبط حبيبي، لانه انا ضد اصلا انه واحد يسوق ويعمل واتساب. مدام بدك عضاده الواتساب؟ هيدي العضاده الواتساب شو شغلتها هيدي؟ هي لما تكوني انت وجوزك قاعده بجلسه حميمي حميمي، ايه، بتكوني حاطه ايدك ورا رقبته ونازلين عم تحكوا، بيجيكي واتساب بدك تحكي على الواتساب. إيه؟ ما بدك اياه ينتبه هو مش مركز على الواتساب، انت ماسكه التليفون بايدك وايدك الثانيه هون، شو بدك تعملي؟ كيف بدك تكبسي هون؟ كيف؟ بدقنك ما بتزبط. ايه ايه لا ما بتزبط. إيه؟ بهيدي العضاده بتحطيها بتمك هيك كا كا، جربيها يا خي. بس بقى جربيها مدام. يعني من عقلك انه انا اخذ هاي ايه وحطها بتمي؟ ايه. واقعد اعمل فيها واتساب؟ ايه. والقط لي شي مرض او فيروس منك؟ خلي يا عمي. ايه لا هيدي لا، فشلتي مدام، نحن انظف من هيك، نحن بالشركه بيطهرونا قبل ما يفلتونا على البيوت. ولا شو؟ مدام رح فرجيكي تالت جادجت. بس شو اذا بتريد؟ هيدي بوب ستاند. هيدي البوب ستاند مدام شو شغلتها؟ شو شفتي انت على شكل بوبس؟ قديش القياس مدام تلبسي؟ نعم. شو مقاسك؟ لا بك شي بعقلتك انت. شو وزنه؟ ممكن بس شوف اخذ فكره اذا الوزن بطل اكف هلا ضروريه عندك. ايه عندك انت قصه البوبز شو بيعملوا بالانسان؟ بيوجعوا الرقبه. ايه. بيعملوا والتيب للكتاف. ايه. بيوجعوا سلسله الظهر. ايه. بيوجعوا العيون. ايه لا هيدي اللي لا فشل عقلك مدام، شو خص العيون مدام؟ مش هيك منك متابعه معي مركزتين. تيك ات and try it او try it انت قربي شوي، حطي غراضك هون شوي شوي، معلش فوق الثياب ما تشلحي، خليكي هيك، حطي غراضك هون تقلي شو. هلا انا رح احط غراضي هون، ما عندي غراض بس احط هيك بشقل، لانه انت عم تقري مدام بتكون ظهرك عم بيتعج لقدام، بصير عندك هيدا الوجع، فانت شو بتعملي هون؟ بتهديهم فيها احسن ما يتعب ظهرك، بيلقوا عليها باستراحه هيك بتهديهم. ايه ينبسطوا كثير. جربيها انت شوف هيدي مثلا، اذا بدك على الواقف تعمليها كمان، قد ما كنت طويلة مثل ما بفرق معي. فيك تحطي هيك، انتو عم تقري، انتو عم تاكلي، انتو عم تلعبي على اللابتوب، عم تعملي شيء، انتو عم تطبخي، بضلك قاعدة هيك ولقيتيهم. يعني وعندهم هون بتحطي هون بتشنجل، إذا عندك بريك بدك تشلحيها بتعلقيها، عندك شيء بدك تشلحيه، كله هون هيدا على بوب ستاند. تيك إت أند تراي إت. طيب أنت قصدك إنه هيدي كرمال حتى ما يوجعك ظهرك؟ إيه. ولا يوجعك توجعك رقبتك؟ ايه. ولا حتى توتب بين كتافك؟ ايه. ليش برأيك ما بتحطها انت حميلات مشان ما تنوجع وما يضلوا مدندلين على العالم؟ وحش تعوي بقى.